السلام عليكم. استيقظ يا رجل، استيقظ يا رجل. لا لا، عنده هادشي هربان الصراحة. نظرا لطلب بكم غادي نخدم معكم هذا الفرد المحرس رقم واحد في الدورة الثانية ديال الثانية إعدادي اس في تي بطبيعة الحال. أغلبية منكم بغى أنني ندير لكم الفرد، وفي التعليقات لقيت أن بزاف باغي الفرد الأول ديال الثانية إعدادي في الدورة الثانية. دونك غادي تسال هذا الفرد، هذا تهود عاوتاني الخانة ديال الوصف، غادي تلقى عاوتاني واحد البلاي ليست اللي فيها جميع الفروض ديال الدورة الثانية. صافي، ما تنساش تحفظها عندك وتبارطاجيها مع صحابك. قبل ما نبداو، الا كنت اول مره كتشاهد القناه دير لايك للفيديو وبارطاجيه مع صحابك، ودير ابوني الا كنت مازال ما تابونيتش. نبداو على بركه الله. دونك نديرو اكس دوفور لا كاز كونفونابل، واش فري ولا فو؟ لي زوفيل سون برودوي او نيفو دي تيستيكول، دونك هادي فوس. لي زوفيل كيتنتجو في لي زوفير. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des ovaires. Donc là, l'ex. Donc, azouj, alors, hémoglobine, azouj, diel, l'ctirahat. Le pistil constitue l'appareil reproducteur femelle chez les végétaux à fleurs. Donc, très bien. Hadi, jawab, sahih. Les médaqa, katchkel, l'adou, t'enasouli, l'untawi, عند النباتات الزهرية. Ou les étamines, l'homme, l'asdi, katchkelou, l'adou, diel, t'awalud, al-dakari, عند النباتات الزهرية. Donc, hadi, vrai. كل جواب صحيح عليه نقطة، وبالتالي المجموع هو 4 ديال النقط. دوك غادي نكومبليتيو هذا النص هذا بالكلمات التالية: لا فيكونداسيون، لا بولينيزاسيون، الأبر، البيسيكسي ثنائية الجنس، ثم سبورانج الأكياس البوغية. لا فاس انفيريور دي فوي دي بوليبود كاركتيريزي باغ ليكزيستونس دي تخي بيان دي سبورانج. دوك الوجه السفلي ديال الخنشار فيه سبورانج أكياس بوغية. Le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. Mais quand on parle de l'herbe de l'éclair, من واحد زهرة لواحد زهرة، من يعني من الأزدية المدقة، فهذه كنسميها la pollinisation. الأبر. غادي نجي نكتبها هنايا. La plupart des fleurs sont donc l'أغلبية ديال الأزهار كتكون très bien bisexuée، ثنائية الجنس، ولا hermaphrodite. C'est-à-dire il contient à la fois les organes reproducteurs mâle et femelle. وبقات لي في الأخر la fécondation اللي هو الإخصاب. هو الاتحاد ديال غاميت مال غاميت فيميل بور دوني ان اوف ولا اون سيلول اوف. المجموع هو جوج ديال النقط. كملوا. سيتي دو زانيمو اوفيبار اي دو زانيمو فيفيبار، جوج ديال الحيوانات اوفيبار يعني بيوضه كتبيض. نديرو باغ اكزومبل لا بول، الدجاج ولا الدجاجه، ثم لا غونوي. اكزومبل اخر لا غونوي ولا لي زورسان، قنافذ البحر. دوك هادو سو سون دي زوفيبار. فيفيبار حيوانات ولوده، لا فاش باغ اكزومبل، ثم لو شا باغ اكزومبل، حيوانات اللي كتولد. كملوا. تبع معايا دابا هاد الوضعيه هادي. او كور دو لاكوبلومو، اثناء التزاوج، عند لي بولي لو مال يعني اللي هو لو كوك الدجاج كيحرر الحيوانات المنويه، اسمع مزيان، دون لي فوا جينيتال دو لا فيميل، كيحررها في المسالك التناسليه، يعني داخل المسالك التناسليه ديال الدجاجه كما هو مبين في هاد الوثيقه هادي. السؤال المطلوب مني واش هو؟ اين يتم التقاء الامشاج؟ عند الدجاج. او انوس ولا سينوس لي غاميت، اين تتحد او اين تلتقي؟ تو سامبلومون غادي نجي نكتب هاد الجمله هادي اللي راني مسطر عليها هنايا. دون لي فوا جينيتال دو لا فوميل اللي هي لا بول، غادي نجي نكتبها هنايا. دونك كيلي لو تيب دو لا فيكونداسيون شي لا بول، بما انه كيلتقي لداخل هادوك الامشاج تما كيتحدوا، فغادي نسميها تخي بيان fécondation très bien interne اخصاب داخلي. بالنسبه لدوره النمو راني قديتها لكم واجده، تمنيت لو كان حتى نتوما كتخدموا معايا في نفس الوقت تقدروا ديروا بوز وتخدموها وترجعوا لعاوتاني هذا الفيديو هذا وتشوفوا التصحيح واش جبتوها صحيحه ولا لا. في هذه اللحظه تقدر دير بوز وتخرج تخدم هذا لو سيكل هذا سيكل دو في دورة النمو، ومن بعد تجي تشوف لا ريبونس اللي هي هادي كيما كتشوف.
صافي دوك هذه هي دورة النمو. كملوا هنا عندي اون فا كومبليتي لا ليجوند. دوك هذه الاعضاء ديال الزهرة. عندنا هنا هادو لونتير، هذا اللي فوق هو لونتير، هذا اللي تحت هو لو فيلي الخيط ولا الخيط. هاد العناصر خصكم تكونوا ضابطينهم. هذا كامل كيتسمى ايطامين اسديه ولا سودات. زيد اسيدي هنا الفوق ستيغمات، هذا كيتسمى لو ستيل، وهذا اللي في الاخر كيتسمى تري بيان لوفير المبيض، وهذه كامله كتسمى المذاقه اللي هي لو بيستيل. هادو اللي تحت الاوراق هادو كيتسموا لي تري بيان بيطال، وهادوك اللي بالخضر كيكونوا تحت كيتسموا لي سيبال. كملنا التمرين الاول، نمشيو دابا ديتيرمين لو رول دو ليليمو ا الى ليليمو بي. ليليمو ا هو لي زيتامين، دونك سي لورغان ريبروديكتور مال، هو العضو ديال التزاوج الذكري دو لا فلور ديال الزهر. وبالنسبه للبي سي لورغان ريبروديكتور، كتبوا ديك الجمله كامله كتبوها لورغان ريبروديكتور فيميل دو لا فلور. مزيان Le document ci-dessous représente l'opération de la pollinisation entre trois fleurs. L'amélie de l'arbre, mais bien traité de les fleurs. Déterminer le sexe de la fleur ouahd. Donc, puisque il y a le pistil et les étamines, c'est une fleur qui est bisexuée. Tu vois, il y a le genre. Déterminer le type de pollinisation, mais bien le halas A ou B. Dans le halas A, bien qu'elle soit dans la même fleur, ça veut dire qu'elle s'appelle autopollinisation ou la pollinisation. ديريكت راه في نفس الزهره، غير واش هي انا مغالطين في هذه اللحظه هنايا، خص يكون لي زيتامين كبار على لو بيستيل، راه مغالطين في هذا الرسم هذا. ولو كا بي بولينيزاسيون انديريكت ولا كروازي، كتسمى انديريكت ولا كروازي. دونك كيل كا بارمي ا و بي و سي لا فلور سو ترانسفورم اون فروي، فوقاش غادي تحول للفروي. دونك بيسكو هاديها لا فلور ديال لورانج، هادي لا فلور دو لورانج، ففي الحالة الأولى ممكن يوقع فيها تحول إلى فروي. دونك لوكا أ لأنني في نفس الزهرة، لوكا بي حتى هي ممكن لأنه توجور كنتواجد في نفس ليسبيس. بينما ما بين هاد في الحالة السي، فهادي ديال لورانج هادي ديال لو سوريزي ديال حب الملوك. دونك هنا ما غاديش يوقع او ما غاديش تحول لا فلور، لانهم دي زيسبيس كي سون ديفيرونت، يعني واحد الانواع اللي هي مختلفه. الا وصلت لهنا اكتب لي تم، بارطاجي فيديو مع صحابك.